في الفيديو ده معدنا مع عملية تغيير شاشة تلفة في جهاز لابتوب باكارد بيل PAV80. الشاشة دي 10.1 ليد سليم، وهنا العطل ان الشاشة بيظهر فيها اضاءة بيضة من غير ما يبقى فيه اي بيانات بتظهر على الشاشة عند التشغيل. يعني لما بتيجي تشغل الجهاز بتحس طبعا ان الاضاءة الموجودة جوه الشاشة هي اللي نورت فقط ومفيش اي بيانات ظهرت زي ما هنشوف تاني دلوقتي. واضح جدا ان في اضاءة ولكن مفيش اي بيانات ظهرت. وهنا الاشتباه بيبقى بصورة رئيسية في الشاشة نفسها او في الفيديو كيبل اللي بيربط الشاشة بالمذر بورد الموجودة جوه جهاز اللابتوب. فانت يفضل كمهندس او فني صيانة ان انت تحتفظ بمجموعة شاشات يكون فيها كسور، شاشات قديمة من مختلف المقاسات بس تكون بيظهر عليها بيانات علشان تستخدمها في تيست الاعطال اللي زي دي اللي بيبقى فيها اشتباه. انما لو جهاز لابتوب جاي لك مكسور، الشاشة بتاعته مكسورة، فمفيش اي اشتباه الا في الشاشة، يعني هتغير الشاشة الجهاز هيشتغل. انما الاعطال اللي هي بيبقى فيها مثلا ان الشاشه بتاخد اضاءه بس ما بيظهرش بيانات بيبقى الاشتباه في اكتر من مكون ليه علاقه بالديسبلاي او العرض زي الفيديو كيبل مثلا. وفي بعض الاعطال بيبقى الاشتباه في الفيجا تشيب اللي هو كارت الشاشه. فلما يبقى عندك شاشات مكسوره موجوده في مكان الصيانه الخاص بيك يكون فيها جزء مكسور وجزء بيظهر عليه بيانات بيبقى افضل طبعا علشان تختبر الاعطال اللي زي دي. وده قدامنا طبعا ان احنا فكينا المسامير اللي بتربط الفريم البلاستيك الخارجي المحيط بالشاشه، وبستخدم ديس اسمبلي تول بلاستيك او معدن علشان احاول اخرج الفريم او افكه، وبعد كده بكمل بايدي. بيجي دلوقتي دور المسامير اللي بتربط الدعامات المعدنيه الجانبيه في الفريم الخلفي. ودلوقتي بيجي دور فك الفيديو كيبل بعد ما فكيت الشاشة، بفكه طبعا بحرص. وطبعا اسهل خطوة لعملية الاختبار هو ان انا اجرب بشاشة تانية لاني مش هضطر ان انا افك بقية الجهاز، لان لو حاولت اجرب فيديو كيبل الاول هضطر ان انا افك الفيديو كيبل من المذر بورد. فلو عندي شاشه جديده نفس المقاس اجربها، وهنا الشاشه دي 10.1 ليد سليم. لان تجربه الشاشه طبعا ما بتاخدش وقت وسهله جدا. احنا عارفين طبعا ان الشاشات بيبقى مكتوب عليها مقاساتها على استيكر تبقى جوه الموديل مدمجه، مثلا ممكن تلاقي رقم 10 وجنبه 1 تعرف انها 10.1، وانت بالممارسه هتعرف المقاسات.
بركب دلوقتي الفيديو كيبل في الكونكتور الخاص بيه في الشاشة، تمهيدا لان انا اعمل اختبار مبدئي اطمن ان عيب كام من الشاشة القديمة. دي شاشة جديدة طبعا، ببقى واثق انها شغالة. ببدأ اعمل عملية اختبار مبدئي ان انا بوصل باور واضغط على زرار التشغيل. هنا ظهر قدامي اللوجو الخاص بشركة باكارد بيل، وبدأ في بيانات تظهر على الشاشة. هنا واضح قدامي طبعا ان في بيانات ظهرت على الشاشة، فمعنى كده ان العطل اللي كان موجود ده تم تشخيصه والتأكد منه انه كان بسبب الشاشة القديمة مش بسبب الفيديو كيبل. يعني لما يجي لك جهاز فيه شاشة بيضة، لما باجي اشغل بلاقي اضاءة بيضة فقط كده ومفيش اي بيانات بتظهر، اول اشتباه بيكون عندي في الشاشة. بجيب شاشة نفس المقاس واعمل اختبار مبدئي زي ما عملت دلوقتي. اول ما اتأكد ان العيب كان من الشاشة القديمة، ببدأ ان انا اركب الشاشة الجديدة واقفلها علشان اسلمها للعميل. لو حصل ان الشاشة الجديدة حصل فيها نفس المشكلة، يعني لقيت فيها اضاءة بيضة برضو ومفيش ظهور بيانات، بيبقى الاشتباه التاني في عطل في الفيديو كيبل او الفلاتة زي ما البعض بيسميها. فهنا هتضطر ان انت تفك الجهاز عشان تخلع الفيديو كيبل من جوه من الكونكتور التاني اللي موجود في المذر بورد، وتجرب بفيديو كيبل يكون نفس الموديل. دلوقتي بعد ما اطمنت طبعا ان الشاشة الجديدة سليمة وان العطل كان في الشاشة القديمة، هبدأ ان انا اركب المسامير بالترتيب تاني واقفل الجهاز واختبره طبعا بعدها اختبار تاني علشان اسلمه للعميل. ببدأ دلوقتي طبعا اقفل الفريم البلاستيك الخارجي بعد ما انتهيت من تثبيت المسامير الخاصة بالدعامات المعدنية المرتبطة بالمفصلات.
وما انساش طبعا اركب الاغطيه الجلد اللي بتبقى موجوده على المسامير اللي في الفريم الخارجي عشان الشكل الجمالي، وابدا اعمل تيست تاني. ودلوقتي فعلا الشاشه سليمه بتجيب بيانات وجاهزه انها تدخل على نظام التشغيل. وبكده نكون انتهينا من اصلاح العطل عن طريق استبدال الشاشة القديمة اللي كانت بتعمل مشكلة الإضاءة البيضاء من غير ظهور بيانات بشاشة جديدة سليمة.